مرحبا بكم في سبور اكسبريس. عنت الجامعة التونسية لكرة القدم على برنامج مباريات الدور الرابع النهائي كاس تونس للموسم الحالي واللي باش تلعب على ثلاثة دفعات ما بين 21 و 21 جوان. نهار 21 جوان نهار الجمعة مع الأربعة نتاع العشية نادي البنزرتي يواجه سبورتينغ بن عروس. نهار السبت 22 جوان كيف كيف الأربعة نتاع العشية مازال ما تمش تحديد ملعب للمقابلة هذيا مباراة الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. ونهار الأحد 23 جوان الأربعة متاع العشية النجم الساحلي الملعب التونسي في السوسة وفي بن جنات في المنستير. الخمسة متاع العشية الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه النادي الإفريقي. غدوة ترجع البطولة في جولتها قبل الأخيرة من البلاي أوف. الأربعة ونص في باردو الملعب التونسي النادي الإفريقي بدارة الحكم نضال طيف وفي الفار الفرنسي بنوا ميو. نهار السبت الأربعة ونص النجم الساحلي نادي صفاقسي الحكم خالد غويدر وفي الفار الحكم الفرنسي باستيان دي شابي. والسبعة متاع العشية ترجي الاتحاد الرياضي المنسيري الحكم هو محرز المالكي وفي الفار الحكم الفرنسي بنوا ميو. قبل الجولة الأخيرة نجم متلاوي مقابلة في الجولة لتحديد الفريق اللي بش ينزل في الورتاني بقيد المقابلات نادي البنزرتي اتحاد تطاوين حكم بسام بالعيد. خوف القفصة الأولمبي البيجي منتصر عربي واتحاد بن قردان مستقبل المرسى تحكيم الهيثم الترابلسي. مدافع نادي صفاقسي على غرام عنده زوز عروض، عرض من شختار الأوكراني وقيمته 1.4 مليون يورو ما يقارب 4 مليارات و700 تونسة، وعرض من سفيتوف سامارا الروسي وقيمته 700 ألف يورو ما يقارب 2 مليارات و300 تونسة، مع حصول SSS على 50% في صورة بيع على غرام من الفريق الروسي لأي نادي آخر. روسيا أوكرانيا فرقتهم الحرب والهمهم على غرام منافسة مرة أخرى على لاعب السياسات. نذكر أنه عقد على غرام مع نادي صفاقسي متواصل حتى 30 جوان 2025. حارس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والاتحاد الرياضي المنستيري البشير بن سعيد عنده زوز عروض من الوداد البيضاوي المغربي ومن نادي الأخدود اللي يلعب الموسم القادم في الدرجة الممتازة السعودية. بشير بن سعيد عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري يوفى في 30 جوان الحالي وبش يكون انتقاله بصفة مجانية. في كرة اليد بطولة الموسم القادم باش تبدا نهار 31 اوت وباش يتم المحافظة على نفس نظام البطولة للموسم اللي تعدى واللي فيه مرحلة أولى ب 12 فريق، مرحلة ثانية فيها زوز مجموعات بلاي أوف كل مجموعة فيها 4 فرق ومجموعة بلاي أوت فيها 6 فرق، ومرحلة ثالثة فيها نصف نهائي ونهائي. الإضافة الوحيدة في الموسم هذا هي إجبارية تسجيل على الأقل لاعب من مواليد 2006 على ورقة المباريات في جميع مراحل البطولة. أعلنت إدارة الميلان اليوم على تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدرب جديد للفريق بعقد 3 مواسم. فونسيكا عمره 51 عام، آخر تجاربه كانت مع ليل الفرنسي وقبلها تجربة إيطالية كانت مع روما. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزاييك فان بونات.